أهمية الذكاء العاطفي بتكمن اليوم ما نحن كتير مهم نعرف مشاعر بعضنا البعض، نعرف الشخص الآخر شو بيكن لنا من مشاعر كره أو حب أو أي شيء تاني. اليوم الذكاء العاطفي قديش هو مهم بحياتنا المهنية العاطفية، أيضا حياتنا الزوجية، وأيضا التعامل مع الأبناء وبكافة يمكن مناحي الحياة، وأيضا بعلاقاتنا الشخصية. اليوم رح نحكي عن هذا المفهوم، نوضحه أكثر ونحكي عن أهميته بحياتنا مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الاختصاصية النفسية والتربوية شذا عبد اللطيف. يسعد صباحك شذا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا ناخذ هيك تعريف عن الذكاء العاطفي. بداية نحن بنعرف قديش مهم وجود الحوار أو وجود علاقات سليمة نحن بنكون عم نبنيها بحياتنا، سواء على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المهني، حتى بالعلاقات العاطفية. وبيلزم أنه يكون في عنا مثل وصفة سحرية تقدر تخلينا نتعامل مع كافة الأشخاص، نقدر نكون في عنا تفاهم ووصول لكل الشرائح اللي هي موجودة وبكافة الفئات العمرية. فبيتعدد كثير المفاهيم. صار في عنا إذا بتعرفي مفهوم الذكاء الاجتماعي، مفهوم الذكاء العاطفي، والأشخاص صارت كتير في عنده وصول لهي المفاهيم. فإذا بدنا نحكي عن مفهوم الذكاء العاطفي بنحكي عن فن إدارة المشاعر. يعني لما بيكون في عندي أنا دراية ووعي وإدراك للمشاعر اللي أنا عم بمرق فيها وللحالة الانفعالية اللي هي موجودة عندي، بقدر أني أنا أعرف اليوم شو الأسباب اللي هي خلت هي الحالة الانفعالية عندي تزيد، يصير في عندي مثلا انخفاض مزاج، صار في عندي موقف مثلا أثر علي. وهذا الشيء مرتبط بعدة مفاهيم فرعية. لما أنا بيكون في عندي الوعي الذاتي، الوعي الذاتي بأنه الشخص يكون على إدراك ووعي بالمشاعر يلي هو عم يمرق فيها، بالإضافة ليكون في عندي أنا إدارة للمشاعر أو إدارة للذات، اللي هي بتجي من منطلق أنه أنا اليوم عرفان كيف أتحكم بهي المشاعر، عرفان كيف لما بيكون في عندي موقف ضاغط عم بمرق فيه، موقف صعب بالحياة، شو المواقف يلي هي عم بتأثر على حالتي الانفعالية. كمان لما بيكون في عندي أنا الدافع الشخصي، لما أنا بشوف أنا هي المواقف كلياتها اللي هي عم بتصير، بس أنا بدي يكون في عندي دافع لأنه أنا أكمل رغم كل التحديات اللي هي عم تمرق معي بالحياة العامة. وأيضا المكون الأخير هو التعاطف، اللي أنا بدي يكون في عندي فهم وإدراك للمشاعر اللي هي عم تكون للطرف الثاني أو لأي شخص أنا بكون عم بتعامل معه. لما بكون قدران أني أعكس له مشاعره، بكون قدران أني أنا أوضح له الحالة الانفعالية اللي هو فيها، فأنا بدي يكون عم بمرق برحلة. هي الرحلة إذا فيني نسميها هي رحلة صحية من العلاقات المتوازنة والسليمة. يعني فينا نقول اليوم الذكاء العاطفي بيساعدنا لحتى نكون خلينا نقول التواصل يمكن الإنساني، التعاطف أكثر مثل ما ذكرتي حضرتك. تمام. خلينا نحكي شوي، إذا بدنا أنا اليوم الشخص اللي قدامي بيمتلك مهارة الذكاء العاطفي، كيف بدي أعرف إنه هو فعلا بيمتلك هذا الشيء؟ تمام. لما بنشوف الأشخاص اللي نحن عم نتعامل معهم قادرين أول شيء على فهم ذاتهم، نحن بنبلش أول شيء بأي مكان كنا فيه بنبلش بفهم ذاتنا نحن. بنعرف شو المشاعر اللي عم بتسيطر علي باللحظة الحالية، كيف قدران أني أتحكم فيها وكيف قدران أني ديرها لأوصل للطريق اللي الصح اللي أنا بدي إياه. لما بشوف هذا الشخص قدران أنه هو يفهم الطرف الثاني شو احتياجه، شو مشاعره، شو اليوم لما أنا بكون عم بمرق مثلا بموقف صعب عم يطلع مني كلام هو الكلام ما بيطلع مني بالحالة العادية، فأنا بكون عم أقدر للطرف الثاني شو المواقف اللي هي عم تكون مثل الأرضية اللي هي عم تطلع من عنده هي المشاعر. فكثير مهم يكون في عنده هذا الوعي بمشاعره وبمشاعر الآخرين. فهي نقطة كثير إيجابية بتخليني أعرف أنه هذا الشخص اللي قدامي قدران يكون عنده تعامل واضح بمفهوم الذكاء الاجتماعي. طيب اليوم في كتير أشخاص بيكونوا عندهم تفوق أو على مستوى أكاديمي من دراستهم أو بحياتهم، لكن اليوم هنون غير فاعلين بالمجتمع، غير ناجحين بعملهم، ما قادرين أنهم يمكن يكون عندهم العلاقات الاجتماعية، يمكن كمان مثل ما ذكرتي أنه ما بيقدروا يتحكموا بنوبات غضبهم أو التواصل بشكل صحيح مع الآخرين. هل هذا بيأثر اليوم وقت بيكون في عنده هذا الذكاء العاطفي ممكن هو يتغير يختلف بهذا الشيء؟ تمام. هلا في كثير عالم بتقلك انه هذا الشخص عنده ذكاء كثير عالي، فهنا بيرتبطوا بمفهوم الذكاء العاطفي، بيكون في لغط ما بين انا اربطه ما بين الذكاء المنطقي. لهيك بنلاقي انه في كثير اشخاص موجودين بحياتنا هن عندهم مستوى عالي من الذكاء المنطقي، ولكن هن ما عندهم علاقات ناجحه بحياتهم. بنفس الوقت اشخاص ثانيين في عندهم ذكاء ممكن يكون ما نوع على مستوى عالي، ولكن هن اكثر قدره على انه هن يبنوا علاقات
متوازنة وصحية. فما في أبدا في عندي علاقة مرتبطة ما بين الشخص يلي عنده ذكاء عالي، ذكاء منطقي عالي، وما بين أنه هو يكون عنده ذكاء عاطفي. الذكاء العاطفي هو ما عم بيكون بالفطرة هو جاي مع الشخص، بل هو عم بيكون مكتسب ما بين المواقف يلي هو عم يمرق فيها. في كتير عندنا مواقف بتلعب دور، في كتير مؤشرات بتلعب دور أنه هذا الشخص رح يتكون عنده ذكاء العاطفي أو لا. لما منلاقي أنه مثلا الشخص عم بيعاني من طفولة صعبة، عانى مثلا بأحداث حياتية كتير صادمة، ما عرف أنه يتعامل معها بطريقة صحيحة، فبتلاقي أنه هو أكثر عرضة لأنه يكون ما عم يعرف أنه بالمستقبل لإنشاء علاقات صحية، لأنه هو يتعامل مثلا مع الغضب، لأنه هو يتعامل مع النوبات اللي هي بتصير عنده. حتى إذا بتحبي الأشخاص اللي هنا اثنين بيكونوا موجودين بنفس البيت، لكل شخص فيهم بيكون له طريقته الخاصة بالتعاطي مع الأمور والمواقف. يعني بتلاقي موقف واحد صار مع اثنين إخوات بنفس العائلة، كل واحد كان له ردة فعله المختلفة، كان له طريقته بالتعاطي مع الأمور. شخص تقبلها وشخص قدر أنه هو يتكيف مع الصدمة، قدر أنه هو يتواجهها. شخص ثاني أخذ هي الصدمة على أنه هي مثل طريقة لأنه هو يثبت أنه أنا شخص فاشل، أنا ماني قدران أني أتعاطى مع الأمور. وهذا الشيء اللي نحن بنحكي بالفروق الفردية اللي هي بتكون ما بين الأفراد. طب ذكرتي حضرتك ما بيكون هذا الشيء فطري، ممكن يكون مكتسب. في أشخاص ممكن يكون عندهم هذا الذكاء العاطفي فطري؟ في أشخاص بيكون في عندي سمات بالشخصية. سمات الشخصية هي بتلعب دور كتير كبير ليكون في عندي أرضية ليكون هذا الشخص قادر على أنه يكون ذكي عاطفيا. لأنه أنا بيكون في عندي أشخاص لنتيجة لكتير سمات هي موجودة عندهم. في أشخاص ممكن اتكاليين، أشخاص ممكن يكونوا هنهم ما عندهم مثلا القدرة على أنه هنهم توازن بين العلاقات. شخص ممكن يكون اجتماعي كتير. الأشخاص مثلا الانطوائيين في عندهم قدرة أقل على أنهم هنا يكونوا أذكياء اجتماعيا. أما ممكن أنك تلاقي الأشخاص الاجتماعيين اللي هنا عندهم قدرة كبيرة على أنه هنا يغطوا مثلا شرائح كتير كبيرة من العلاقات، يكون في عندهم تجدد وتنوع بالعلاقات، فبتلاقيهم عندهم أكثر قدرة وميالين أكثر ليكونوا أذكياء اجتماعيا وأذكياء عاطفيا. ليكتسبوا هذا الشيء. طب خلينا نروح ونحكي شوي عن أهمية الذكاء العاطفي بعلاقاتنا الاجتماعية، كيف اليوم الأشخاص اللي ما عندهم هاي القدرات أو المهارات، مثل ما ذكرتي أنه في أشخاص بيكونوا فعلا هنون انطوائيين غير اجتماعيين، شو الطرق اليوم الشخص لحتى فعلا يمتلك هذا الشيء؟ خلينا نحكي على أهمية امتلاك الذكاء العاطفي. أول شيء أهميته على صحتنا الجسدية. الأشخاص يلي هنون بيمتلكوا مستوى عالي من الذكاء العاطفي بتلاقيهم أكثر قدرة على أنه هنون يضبطوا الانفعالات عندهم، يديروا التوتر، يديروا القلق، حتى في انه مستوى منخفض من الضغوط النفسيه اللي هن عم يمرقوا فيها، لانه هن عارفانين بترتيب الاولويات اللي هي عم بتصير عندهم. عارفانين بانه انا اليوم اذا مرق معي موقف كيف ممكن اتصرف معه، كيف ممكن اعبر وما اكبت هي المواقف اللي هي عم بتصير معي. فبتلاقي في عندي اول شيء التاثيرات عم تكون على الصحه الجسديه للشخص. عم لاقي هذا الشخص عم يكون بعيد شوي عن الامراض اللي بتكون متعلقه بالقلب. لما احنا بنلاقي مثلا نوبات الغضب اللي هي عم بتصير عند الاشخاص، النوبات الانفعاليه، في اشخاص ممكن يصير عندهم نوبات التكسير، التحطيم، حتى النوبات العنف اللي هي بتصير عندهم. فأنا بلاقي هدول الأشخاص اللي عندهم ذكاء عاطفي بلاقيهم بعيدين عن الأعراض الجسدية اللي هي عم تمرق عندهم. حتى إذا بدنا نحكي عن المستوى الشخصي، بنلاقي الأشخاص اللي هن مثلا نحن بنلاقي العالم اللي هي بتجي لعنا بتتردد على العيادات بيكون في عندها مشاكل بالعلاقات العاطفية. فبتلاقي إنه أنا عندي أشخاص بتقلي إنه أنا ما عم يقدر إنه هو يفهمني، ما عم يقدر إنه هو يعبر عن المشاعر اللي هو عم يمرق فيها. فبنشوف إنه هدول الأشخاص عم بيسببوا إحباط للشخص الثاني، للشريك اللي هو موجود عندهم. لأنه قديش مهم يكون في عنا شريك، شريك قادر على فهم من الاحتياجات، وهو عم بيعبر عن المشاعر، هو قدران يعكس الحالة الانفعالية للشخص اللي هو عم لأي موقف هو كان عم يمرق فيه. فهذا الشيء رح يخلي عندي بلورة للعلاقة بطريقة أفضل، ويخلي عندي علاقة صحية ومتوازنة. بنفس الوقت بالعلاقات المهنية بنلاقي لما بيكون في عندي رب عمل قدران يفهم احتياجات الموظفين، قدران يفهم الأمور الضاغطة اللي هي عم تمرق عندهم، بلاقي إنه هو أكثر قدرة على إنه يطور الشغل أكثر، ويصير في عندي أنا إنتاجية، مستوى إنتاجية أعلى بالأمور المهنية اللي هي عم بتصير معه. فكتير مهم إنه نحن نضوي على هذا المفهوم، قديش هو بيهمنا بكافة العلاقات اللي هي عم تمرق معنا بالحياة، بكافة مناحي الحياة. وقديش مهم نحن نوصل لهذا النوع من المفهوم. يمكن بحياتنا الاجتماعية وقت
بيمرق معنا هيك أشخاص ما يعني يمكن ناخدها بالمفهوم العام، في كتير بيقولوا أنه هذا الشخص مساير أو هو صحيح. مسالم، منبعد عن موضوع الذكاء العاطفي، لكن اليوم شذا هذا الشخص وقت اللي بيكون عم يحاول يساير شخص أو عم يتعامل معه بطريقة مثل ما نعم نقول أنه إلى حتى يمتص غضبه صحيح. لحتى يسايره لحتى أنه تستمر هاي العلاقة. اليوم الشخص الآخر بيعتقد أنه هذا الشخص ممكن ضعيف الشخصي أو هو عم بيسايرني صحيح. خلينا نحكي هاي السلبيات اللي ممكن تنتج عن الأشخاص اللي بيمتلكوا هذا الذكاء العاطفي. أنا ما للأسف ما عندنا الوعي الكافي اللي هو منتشر ما بين الأشخاص بأنه أساليب التواصل الإيجابية والفعالة اللي لازم الأشخاص تمتلكها لتوصل لطريقة صحية بالتوازن بين العلاقات. فبتلاقي في كتير أشخاص، بتلاقي هدول الأشخاص اللي هنون عم بيقوموا بهي الأفعال بأنه أنا عم بتفهمك، عم بعكس مشاعرك، عم بقدر أنه أنا دائما أنت عم تكوني لإلي الملجأ، بأنه أنا مثلا عم بقدر أنه أنا أكون فعال عندك بحياتك الخاصة بحياتك الاجتماعية. بتلاقي أنه ممكن خلص أخذوا هذا المفهوم كأمر لا مفر منه. يعني أنا صار في عندي هذا الشخص اللي هو دائما عم بيقدم هي الميزات اللي أنا بدي إياها، فأنا بده يصير في عندي أنه أنا ممكن ما قدر هذا الشخص، ما قدر تماما. جهوده لما أنا بشوفه أنه هو دائما عطول لازم يكون عم يسمعني، عطول لازم يكون عم يفهمني، فبتصير مثل كأنه سمة طابعة على هذا الشخص، وهذا الشيء اللي كتير بسبب إحباطات بالعلاقات. بتلاقي كتير حتى موجودة هي بين الأصدقاء نحن بنشوفها، انه انا دائما لازم اكون موجوده، انا لازم يكون عندي مهارات التعاطف، مهارات الانصات، انا لازم بقدر اني انا اكون فعاله بالوقت اللي ممكن الشخص بيكون في عنده كثير احتياجات هو بيكون عم يمرق فيها او مواقف تمام. ضاغطه. الاشخاص الثانيين ممكن ما يقدروا انه هنن يتعاطفوا او يقدروا بطريقه صح. طيب خلينا نحكي شويه الذكاء العاطفي اليوم، هل بيختلف الذكاء العاطفي مهاراته بين الرجل والمراه او هو ممكن يكون متساوي بين الاثنين؟ هلا في دراسات كثير كانت عم تشرح عن الذكاء العاطفي وعلاقته ما بين الرجل والمراه، ففي عندي كثير مؤشرات كانت بتقول على انه المراه هي اكثر قدره على انه على التعبير على المشاعر، ففي عندي طرق مختلفه للتعبير عن الذكاء العاطفي. عند المراه في عندها طرق مختلفه وطرق متنوعه على التعبير عن المشاعر، بالوقت اللي بنلاقي فيه الرجل عم بيكون اكثر قدره على انه يدير الضغوطات اللي هي موجوده، اداره التحديات اكثر، بيكون بطريقه ممكن يكون منطقية أكثر من المرأة. بنلاقي المرأة في عندها أكثر سيطرة بالانفعالات، سيطرة مثلا بالجانب العاطفي. بتلاقي بهاي الطريقة عم نلاقي في تنوع لتعدد الذكاء العاطفي كيفية التعبير عنه. فبهي الطريقة بنشوف انه انا في عندي اختلافات ما بين الرجل والمرأة. في رجال في دراسات بتقلك انه لا، عند السيدات اكثر هن القدرة على الذكاء العاطفي، ولكن لا، نحن بنشوفهم بطريقة مختلفة لانه كل حدا فيهم له طريقته بالتعبير عن قدرته للوصول للذكاء العاطفي. طيب اليوم شذا اذا بدنا نحكي عن الذكاء العاطفي بالأسرة اليوم، حتى العلاقة الزوجية، حتى الأم أو الأب بتعاملهم مع أبنائهم، هل هذا الشيء فعلا مهم وله طريقة مختلفة بين الشخص اللي فعلا بيمتلك مهارات الذكاء العاطفي والشخص اللي ما بيمتلك هذا الشيء؟ أكيد لما بنشوف أنه بأساليب التربية الوالدية الإيجابية، لما بنلاقي الأبهات عندهم وعي بمشاعرهم، وعي بالأفكار اللي هي عم تظهر عندهم، اللي عم بتعكس على المشاعر اللي هي موجودة بالوقت اللي هي أكيد رح يكون إلى الإنعكاس الثالث على السلوك، لأنه إحنا بنعرف العلاقة ما بين الأفكار والمشاعر والسلوك. فلما نلاقي الأهالي هنن عندهم القدرة على أنه هنن يعرفوا، يكون عندهم الوعي الكافي بأفكارهم، بمشاعرهم، بسلوكياتهم، فرح نلاقي أنه نحن عم يبتعدوا عن أساليب التربية الوالدية السلبية. بنلاقي أنه هنن ما عم يكونوا ميالين أكثر لأنه هنن يصبوا جام غضبهم ممكن بالأولاد. بنلاقي ممكن الأب ممكن بشغله عم بيمرق بضغوطات كتير كبيرة صحيح. بيرجع على البيت هلأ بالأعباء الاقتصادية اللي هي موجودة، ارتفاع يمكن الأمور المعيشية، فبتلاقي إنه هو في عنده كتير أسباب وعدة أسباب لأنه هو يكون هلأ انفعالي، يقدر إنه هو يفش غضبه ممكن بقلب الأسرة. فالأبهات ممكن أو الأمهات اللي هنن في عندهم الذكاء العاطفي، فهنن قدرانين يفصلوا وقدرانين يعرفوا أنه أنا اليوم المسببات اللي هي أنا عم بمرق فيها أنا ما بقدر أني أنا أسقطها ضمن الأسرة، أنا بقدر أخلي هاي الأسرة هي المساحة الآمنة اللي هي موجودة عندي، بقدر أخلي الأسرة هي المكان اللي أنا أقدر أعبر فيه. أكيد مهم كتير الحوار والتواصل، وأهم شيء الأشخاص اللي هنن عندهم ذكاء عاطفي بيقدروا أنه هنن يعبروا عن احتياجهم للأشخاص الآخرين، يقولوا أنه أنا مثلا هون بحاجة مساعدة، أنا هون بحاجة لحدا يسمعني،
بحاجه لاني انا اعبر عن يمكن المواقف الضاغطه اللي انا مرقت فيها خلال اليوم. فبتلاقي لما انا عم فرغ يوم بعد يوم وما عم خلي هي الاشياء تتراكم، فانا عم بوصل لطريق سليم وصحي وانا عم ببني علاقه صحيه متوازنه، وهذا الشيء رح يكون بالنمذجه عم يتعلموه الاولاد. فانا ما عم لاقي ابن عم يكبت المواقف اللي هي عم بتصير معه، عم لاقي في علاقه صريحه متوازنه ما بين انه الابن اي شيء عم بيصير معه عم بيلاقي الملجا لانه هو يحكي فيه. أكيد، والأهل هون بيتفادوا كثير من المشاكل اللي ممكن ما تحدث مع الطفل خارج أكيد. المنزل. اليوم إذا بدنا نحكي عن اتخاذ القرار، اليوم هل الذكاء العاطفي له علاقة أو تأثير على اتخاذ القرارات؟ طبعا لما أنا بشوف أنه أنا قدران أحدد بالضبط اليوم شو الأشياء اللي أنا بدي إياها بالحياة، أنا بكون عارفان كثير منيح أنه أنا مساوئ وإيجابيات الموقف اللي أنا عم بمرق فيه. في مواقف كثير مصيرية بتلاقي عند الأشخاص اللي هنهم ما عندهم الذكاء العاطفي، بتلاقي في عندي انا ذبذبه باتخاذ القرارات، بتلاقي هن ما عم يقدروا انه هن يكونوا متوازنين بالحياه، يا اما بيروحوا على الاكستريم يا اما بتلاقيهم خلص بمرحله كثير منخفضه. فانا لما بشوف انا حالي انه انا قدران افهم حالي بالاول، افهم احتياجي، رتب اولوياتي، انا عم بعرف كثير منيح اليوم لما بدي ادخل ضمن هذا المجال انا شو القيمه المضافه اللي انا بدي اياها، شو الاحتياج اللي انا عندي اياه انا بدي اياه يكون ملبى، فانا بدي يكون عندي قدره عاليه على اتخاذ القرار. وهي نقطه كثير مهمه تكون موجوده بسمات شخصية لحتى تقدر خلينا يكون في عنا تواصل فعال مع ذاتنا لحتى ينعكس على المحيط اللي نحن موجودين فيه. طب اليوم هل في أشخاص أو شخص ممكن يكون مميز عن غيره أنه هو عنده ذكاء عاطفي مرتفع غير من الأشخاص، وكيف بيبين هذا الشيء؟ تماما بالتواصل اللي هو موجود بين الأشخاص، بتلاقي يمكن في أشخاص بيقدروا يكونوا عندهم ظهور أكثر بقلب الجماعة، بتلاقي أنه في أشخاص قدرانين يتسلط الضوء عليهم بطريقة أنهم يكونوا كتير عندهم تعاطف ممكن يكون مع الآخرين، بتلاقي هدول الأشخاص أنه أنا بحب القعدة معهم بيعطيني طاقة بنسمع كتير بين الأشخاص. فهذا الشيء كثير بيأثر على المحيط اللي هن الموجودين فيه، فبتلاقي يعني من دون قصد الأشخاص اللي هي موجودة في شخص محبوب. تماما بيكون محبوب، بيكون قدران أنه هو يسلط الضوء على المشاعر اللي هي موجودة عنده، يسلط الضوء على المميزات اللي هي موجودة عنده والفروق ما بينه وبين الأشخاص التانيين. حتى الأشخاص اللي هن بيكونوا محيطين فيه عم بتلاقيهم أنه هن حابين القعدة معه كثير، عم بيكون أنه هذا الشخص اللي هو بدنا إياه يكون متواجد بكل قعدة، وهذا الشيء اللي بيخلي هي الأشخاص تكون متميزة عن الأشخاص اللي هي موجودين حواليها. طيب شذا، برأيك اليوم نحن كمجتمع نحن فعلا بنمتلك هي المهارات أم نحن بحاجة لتدريب أكثر على هذا الشيء من خلال حتى المدرسة، حتى يمكن المحاضرات، الندوات، لحتى اليوم تكون أكثر علاقاتنا الاجتماعية ونكون أكثر وعي بهي المهارة؟ نحن مهمتنا اليوم ننشر الوعي بأهمية وجود الذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي ما بين الأفراد، لأنه نحن لما عم نورجي الأشخاص والأشخاص الفاعلين بالمجتمع أهميته إن كان بالحياة المهنية أو إن كان بالحياة الاجتماعية أو بالحياة الشخصية، فأنا لما اليوم بورجيك المنفعة اللي أنت ممكن تاخديها إذا تعلمتي هذا التكنيك البسيط، هو أكيد ما في أشخاص قلت لك أنهم بيجوا بالفطرة أنهم عندهم إياه، ولكن بالممارسة هي أنا بدي أقدر أني أنا أتفاعل مع ذاتي أول شيء، بقدر أني أنا لا أتفاعل بعدين مع المحيط، قادر أني أنا مكن عندي هي التكنيك اللي أنا بدي إياه لأوصل لطريقة قادر أني أنا ممكن أعلم الأشخاص اللي هنن حواليه، بوصل من أشخاص صغيرة لأطلع لمجتمعات أكبر لقدر أنا أنشر هي الثقافة اللي هي موجودة. لما أنا بلاقي الأشخاص أنه هنن عم بيلاقوا أنه المنافع اللي هي موجودة لهذا الأسلوب، فأنا ممكن لاقي السهولة للانتشار أكثر لإله. تمام، أكيد بختام محطتنا لليوم أكيد بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، أكيد معلومات كتير مهمة أكيد، وأيضا يعني اليوم منأكد أنه الذكاء العاطفي ما بيقل أهمية عن الأشكال الأخرى للذكاء سواء الاجتماعي أو أي أكيد. نوع من أنواع الذكاء. شكرا لك شذا عبد اللطيف الاختصاصية النفسية والتربوية، وبقية نهار حلو لك. شكرا لك، سعد صباحك. صباحك.